arrière-plan. Arrière-plan. يا خلفون، طبعا الحديث الكل على زيت زيتون، يتجاوز الامر مساله الاستهلاك، ولانه من حق التوانسه كذلك يستهلكوا ماده يعني منتوج تقريب وطني تشارك فيه الاف مؤلفه، اذا ما نقولوش ملايين من التوانسه، استثمارا وعملا ومعناها تصدير وتجاره وغيرها، يعني تقريب دولاب كبير يدور في علاقه بزيت زيتون، وتونس من ضمن الدول الاولى في هالقطاع هذا. هل هو حلم استهلاكه باسعار متناهيه ناولة أم لا؟ عمل قفزة كبيرة في مستوى الأسعار متاعو، زاد الفلاحة خايفين على الأسعار هذه ربما تنعكس زاد عليهم هما سلب، المصدرين بدورهم زاد مربوطين بشبك كاملة وبأسوام تحدد عالميا. علاش البارح سيد مدير عام ديوان الزيت حكى على التصدير وحكى على تراجع على مستوى الأسعار العالمية؟ اليوم باش نشوفوا مع سي عادل التبيني عضو غرفة المعاصر وعضو الغرفة المصدرين تدري زيت الزيتون بالمنستير، واللي عنده كذلك باع وذراع في علاقة بالقطاع، باش نسألوا حول حقيقة الأسعار، شنو ممكن محليين، شنو ممكن دوليين، والقيمة المضافة لعملية التصدير. سي رياض، سي عادل، نقولوا لك صباح الورد. بخير، أهلا مرحبا بكم. عادل تبيني معك. عادل تبيني، عادل ومصدر زيت زيتون. أنت في غرفة المعاصر. بصفتي صاحب خبره في زيت الزيتون ونعرف عندي تجربه كبيره في الله، عندنا مشكل بالبداو بكري خاطر في الله نصدر في الزيت البرا، فما التركيبه الكيميائيه نتاعو مازالت ما كملتش، يقولوا احنا كومبوزيون سيتيك تركيبه جينيه في الله، توا اللي ما تكون حلو في الزيت بس في الاغلبيه في الله مازال ما حضرش، مازال ما طابش الزيت الزيتون. باه، وقتاش ينجم نقولوا طاب والتركيبه نتاعو كامله؟ من الجمعه الجايه بدا حاضر. عندنا مشكله توا كلت خدمه الكل بلاك، خسرنا 5% السابق مثل اور نورم مثل زيت اور نورم. اترفضت على مستوى التصدير ولا مقبوله تتعدى؟ لا ما تعداش التصدير. شنو اللي نعملوا لها؟ نخلطوها ولا نخلطوها توا نستناو الكنز المريض تتقص شوي تتحسن التركيب الجينيه نتاعو تفوت المعدل نخلطوها فهمتي، هي بريسك توا كميه شويه بدات ملوزه الامطار عاونتنا وقفت شويه جميع خارق العاده فهمتي، تتحسن كاليتي نعم وبحول الله فهمتي لاباس توا. الانتاج بقداش يمشي اليوم؟ الاسعار اللي عندكم على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي؟ الاسعار راهي عرض وطلب استاذ، شيء عرض وطلب فهمتني الله، كما توا فهمتني الله عمناول فهمتني الله زيت غالي فهمتني الله، خاطر فهمتني الله في اسبانيا الكميه فماش وما نتجوش فهمتني الله ما يكفيش الزيت اللي عندهم غير ياسر، مثلا كي نقولوا احنا الدبوزه تاعو 15 دينار كي تهبطها ديوان زيت نمشي بيها، خاطر السوق تاعها الزيت موجود والطلب شويه فهمتني الله، هذا كله عرض وطلب مربوطين به. اسنا ايش عندها اسبانيا؟ اسبانيا عندها مليون ونص عندها سنين تحكيهم. معناها فما انتاج جيد. انتاج جيد. بالتالي العرض متوفر وبالتالي باش ينخفض السعر، قداش يمشي السعر الكور توا قداش يمشي البر؟ المشكل مش في هذيك، المشكل كونه الا في اسبانيا فما تهلكة نتاع ياسر نقص ياسر. بحكم غلو زيت الزيتونة فهمتي عملناه وصل حتى كان زرو الليتر وكان زرو وتري زرو. السلك نتاع ياسر. وانا شو اللي عملناه؟ على خاطر الكمية الموجودة في السوق الاسبانيورية فهمتي حسب الاستهلاك القديم. نستهلكوا في قبل كان نستهلكوا في الشهر في 140,000 و130,000 فهمتني لا عملناه كي غلى الزيت ولا نستهلكوا في 60,000 و50,000 حتى 70,000 طنات في الشهر. الشطر تقريبا به قداش يمشي تو؟ اعطيني سي عادل التبيني. حاليا الحمد لله تو في السوق الاسبانيوريه في 5 اورو فهمتني لا. وهي تعادل بقيه الاسواق 5 اورو معناها يمشي ب 5 اورو ولا في المس هذا كونترات الصحه والقدم فات، اما تو في الجديد اقل. في الجديد ينجم يكون اقل معناها من 5 اورو قداش يوصل؟ الاربعه ونص؟ لا لا ما جاش تكس خاطر هذا قد يهبط ديجا فهمتي الله في قبل مثلا حبوا بعثوني حبوا 5 اورو 5 اورو 50 وتو فهمتي الله بالنسبه لتو اقل. اقل قداش معناها حوالي قداش اقل كيفاش يزيد؟ كل يوم قاعد ينقص اليوم مثلا قاعد ينقص
معناها أربعة وروات لا مازال وصلش لأربعة لا مازال وصلش لأربعة أربعة ونصف ينجم يكون أكثر شوية أقل شوية أنت ولا شنو الكونتيتي في 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 المسير بقداش يمشي الآن؟ زاد تكتب 13 دينار المسير زاد طاح معناها شنو هذاك هو من 15 ل 13 أنت والنوعية أنت والدوك أنت والماكين جي أنت وشنو الباز يخدم عليه فهمتني أنا الصابة جيدة سناء عنا في المنسير وفي الساحل بشكل عام الصابة خيرات مصلى النبي وزاد الأمطار هذه السنين والعام الجاي الأمطار تفيدنا تفيدنا به العملية التجميع متواصلة والبيك وقت ذروة العصران والتصدير والسوق المحلية نزازيوه بالنسبة للتصدير هذاك عارفين بالنسبة للعصران وكذا هي ما نعرفوها ديسمبر عشان ديسمبر كسلعتها ديسمبر هذيك هل 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 السنة باش يصير كيما عملناه الفما سعر خاص بالعائلة التونسية يدخل فيه الديوان الوطني للزيت السعر نتاع زيت العائلي اللي كان ب 15 دينار واللي انتم ساهمتوا فيه لأنه صار التاكساسيون عليكم 5 مليم 500 مليم على التصدير 500 مليم هذيك معناها انت قبل خاطر السعر غالي باش نبات نجم تستهلك الزيتون ونجحت العملية الدبوزة كل مش تبعت والمواطنين خذوا منها كل بريسك انت 7 ملايين 200 دبوسه على التكري على السمارت الله في الله نجحت العمليه السنين ندير لك حاجه اخرى السنين السنين فماش التاكساسيون ما فماش لا مازال حتى ما فما حتى شيء نعم نجيك خليفه نعم السعادة اي سعادة تو نعرفوا اسبانيا بين ظفرين بورصة سعر الزيت في العالم يتحدد في إسبانيا ولكن هل هناك إمكانية لانفتاح على أسواق أخرى تكون خارج ما تحدده البورصة يقال أنه في أمريكا أو اليابان أو الصين أو الهند الأسعار تكون أرفع بحكم أنها مادة نادرة تخليف أنا مشيت للصين مصفت الصين هزيت زيتون مصفت الصين الصين لها علاقة بهم لا تقاليد حب لها خدمة كبيرة أمريكا صحيح أمريكا بإذن الله عندنا مستقبل معها وقعدت تحسب في الانتاج وقعدت تعمل في الزيتونه وقعدت تقبل فهمت الله المشكل فهمت الله في امريكا لازم تعمل كونترات من الاول فهمت الله كي تعمل كونترا من الاول فهمت الله ساعات الدوله هنا ما توافقلكش كي تطلع على السوق يقول لك لا السوق هذه ما قابلش كي تطيح للسوق يطلعوا رابحين فهمت الله كيما احنا تو مثلا نسخه لاوروبا فهمت الله لاوروبا عندنا كونتاجون كونترا هذه فهمت الله فيها 55 الف طرناطه فهمت الله قبل كنا انت لا نعملوا كتاب قبل انا مره يطلع مره تيخ انت جوزها راك انت لا تعطي كما توا كنا جينا مسايبين انا عملنا كونتراتوات في سورو سيتورو في الصيف ورانا بعنا زيتنا غالي ما توفق لكش فما لجنه تتعمل في وزاره الفلاحه ما توفق لكش كيف السوق مثلا سيتورو في كيلو مش تعمل في سورو مثلا ربما بتعرف واش تيح لسانك ورو بتعمل لك تربح الدوسي نتاعك لوزاره الفلاحه تقول لك لا انا تو السوق سيتورو ما نوفق لكش بالنسبه للكوتا فما كوتا يحدوها في التصدير في الاتحاد الاوروبي هكا ولا لا 55 فما قداش الكوتا نتاعنا 55 هي خاضعه للسعر هذا اللي موجود الان في اسبانيا اللي هو سانكورو ممكن تقول لي هذه 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 يعني التقديرات نجم ندخلوا كما السنه الماضيه في حدود 5000 مليار واكثر شويه في حسب الانتاج انت لا يقرب 5000 حسب الانتاج حتى كي تحسهم شطر نجم واضح أقل حسب الانتاج الانتاج زاد لانه الانتاج زاد وبالنسبه المحليا هناك احتمال انه يهبط اقل من 13 او باش يقعد ديما متراوح بين 13 و 15 كما بالنسبه اي نعرف نعرف تقديراتك انت عادل اللي تبي كل زيد تطيح مش تزيد تطيح شكرا لك الخطر في اسبانيا انت لك وسمو تحت ياسر واضح